الأولى. شاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وهي الانطلاقة لشوط آخر من أشواط التحدي، من أشواط الإثارة، وشوطنا المنطلق بهذا الأداء الجميل هنا أيضا، شوطنا السادس عشر في مجموعة الأشواط من أمة انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط الخاص هنا أيضا باللقاية البكار المهدنات الأصايل بهذا الانطلاق والتحدي المميز. نتابع معكم هذه المجريات، نتابع الانطلاق، نتابع الصدارة في هذا الأداء الجميل. نعود إلى المقدمة ونتابع هذا الأداء المميز، ونفتتح إذاعتنا بهذا الأداء الجميل هنا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط والمنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. وابدأ من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، هي المنطلقة على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني المتحدة علي بن محمد المنصوري من تأتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تأتي القادسية خليل بن ناصر بن منصور الشهواني من تأتينا ثالثا. وفي المركز الرابع تأتي الرياضية مسفر بن علي بن سفران المري المنطلقة رابعا. وفي المركز الخامس البادية نايف بن سالم بن مطر بن حادة لقتبي من تأتينا خامسا، بينما المركز السادس الشاهينية لمحمد بن منصور بن بدحان الهادري هي المنطلقة بهذه اللحظات، بهذا الانطلاق. روح يا ابو منصور بهذا التحدي والإثارة. السابع مراكزنا الظبي حمد بن جابر بن بحيت، أيضا هنا الجربوعي المري من تنطلق في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل. هناك الوصول من مطيلة لمحمد بن عتيق بن علي بن خفية لقتبي المنطلقة ثامنا. وتاسع المراكز، المركز التاسع القادمة في هذه اللحظات على تاسع المراكز بهذا الأداء المميز والانطلاق والتحدي والإثارة في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل والتحدي. مشاهدينا الكرام، والمنطلقة ظن لحمد بن السيد بن عبد الهادي بن حفار المري، وعلى المركز العاشر تأتي مكلفة العلي بن محمد بن ناصر الشنقل المري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم. بعود إلى صدارة، بعود إلى المقدمة، بعود إلى المركز الأول، إلى الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدين الكرام، وابدأ على صدارة، وابدأ على المقدمة لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين بقيادة المزعج هنا في هذا وبرا. إذن هي على الصدارة، وبرا على المقدمة وعلى المركز الأول، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة في هذا الأداء مع المزعج عتيق بن قريع المبري بهذا الانطلاق والمتابعة. هنا تأتينا المتحدة علي بن محمد الشعري المنصوري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث تأتي الرياضية مصر بن علي بن سفران المري، وهنا الشاهينية لمحمد بن منصور بن بدحان الهاجري من تأتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع تصل هنا لحظة لمبارك بن محمد بن نصرة العامري وأدد الظبي لحمد بن جابر بن بحيت الجربوعي، ووصلوا هنا، وصلوا ظن محمد بن السيل بن عبد الهادي بن عفار المري والخيارين مع الغزيل الغانم بن منصور وغانم أرسيف الخيارين المنطلقة في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل والعرض المميز والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هناك وصول آخر في هذه اللحظات من رموز راشد بن عبد الله المتفيق لقتبي وبن نصرة مع لحظة 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 لمبارك بن محمد بن نصرة العمري
يا سلام، بدا التحدي، بدات الاثاره مشاهدينا الكرام. ولكن هنا وبرع على الصداره، وبرع على المقدمه، على المركز الاول لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، هي المسيطره على زمام الامور، المسيطره على الصداره، على المركز الاول مع المزعج اتيك بن حمد بن قريع المري على الصداره، على المقدمه، المركز الثاني، المركز الثاني هنا لسيد لحظه مبارك محمد بن نصره، وهناك ايضا تاتينا المتحده علي بن محمد الشعري المنصوري، ووصلت هنا الصيفيه هنا وصلت لعبيد بن علي بن عبيد السناري المري القادمه على المركز الرابع. ولكن هنا نعود مع وبره على الصداره، وبرع على المقدمة، على المركز الأول، مسيطرة على زمام الأمور، مسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والتحدي. وبرع المبارك بن محمد بن زايد الخيارين على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هي المسيطرة على زمام الأمور، على الصدارة، على المركز الأول. شكرا يا المزعج، شكرا على هذا الأداء، شكرا على التحدي، على الإثارة. سلام للدوحة، سلام للدوحة، سلام على هذا الأداء، سلام على هذا التحدي. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، تهانينا أيضا لمزعج المضمرين أتيك بن قريع على هذا الفوز. المركز الثاني المتحدة لعلي بن محمد الشعري المصوري، هناك لحظة لمبارك بن محمد بن نصرة. أما المركز الرابع فأمير محمد بن راهب بن حمد بن سلامة الهادري، وعلى المركز الخامس من وصلت هي هنا ايضا العبيد بن علي بن عبيد السناري من اتتنا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الاولى، دعناها على حضراتكم. واستطاعت وبرة ان تعلن الفوز، تعلن الناموس. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين على هذا الاداء المميز، والتهنئه لك يا ابو حمد يا عتيق بن قريع على هذا الاداء الجميل. تهانينا وناموس في هذا الانطلاق المميز والتحدي والاثاره، والسلامات لهالي. هناك الشحانيه ودوره قطر الشقيقه، ونتابع التوقيت الزمني وهذه اللقطات الجميله ايضا من مخرجنا المتميز. قامت راس وانتهت راس، قاطعه المسافه في فتره زمنيه مقدارها 7 دقائق 42 ثانيه، جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز. بينما المركز الثاني اتتنا مشاهدينا الكرام المتحده سيد علي بن محمد الشعري المنصوري من وصلت على المركز الثاني خلال هذا الأداء الجميل والتحدي، سجلت هنا 7 دقائق 43 ثانية وأيضا جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لحظة كانت هناك أيضا لمبارك بن محمد بن نصرة العامري وسجلت 7 دقائق هناك ايضا و44 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين. التواصل مستمر والتحدي مستمر بهذا المساء الجميل مع انت